وبمناسبة الاحتفال بيوم تفوق جامعة مصر، استطلعت كاميرا التلفزيون المصري آراء عدد من الطلاب بجامعة بورسعيد بشأن تطوير العملية التعليمية في إطار الخطة الشاملة للتنمية المستدامة. نتابع. الجامعة بتاعتي الفترة اللي فاتت شاركت كتير في أنشطة، منها يعني طبعا اتميزت فيها اللي هي النشاط بتاع أسبوع بتاع شباب جامعة حلوان، اللي طبعا اول حاجه اخذت فيها المركز الاول في طبعا اللي هي على كل المجالات في الجوله. وبعدين اتعمل نظام باب الشيت، غير نظام الامتحانات من نظام امتحانات مقالي امتحان باب الشيت، وده سهل الموضوع الحفظ، ما لناش بنحفظ زي الاول، بقينا يعني بنفهم اكتر ما بنحفظ في الكليه عندنا. وعرفت كمان ان هم عايزين يعملوا نظام جديد، نظام الكترون في الامتحانات مع الكمبيوتر مكان الورق في ماده محاسبه التكاليف. التعليم فعلا متطور، احنا عموما نظامنا MCQ، وده نظام حلو جدا، سهل على الطلبه الحفظ، لان في طلبه كتير ما بتعرفش تحفظ، لان في ناس طبعا متخرجه من علم كل الحاجات اللي بالنسبه لها مسائل ورياضه وحاجات من دي، مش عارفه ان هي تحفظ الحاجات الادبيه، فده سهل عليها اكتر ان هي تبقى عارفه النظام وعارفه تحل. الحقيقه انا شايفه ان جامعتي في الفتره اللي فاتت دي كان فيها تطور يعني ملحوظ جدا للطلبه، بحيث ان احنا كانت الجامعه بتقدر توفر لنا خدمات كتير كانت الاول مش موجوده. هتكلم عن حاجه انا كنت موجوده فيها انا شخصيا، انا الفا وحده التضامن الاجتماعي داخل الجامعه. الوحدة عندنا كانت بتقدم دعم للطلبة بحيث ان تقدر توفر للطلبة الغير قادرين على دفع المصروفات المصاريف داخل الكليات، وقدمت ورش تدريب للطلبة في الفترة اللي فاتت دي، كذا اتعمل كذا ورش تدريب وكذا ورش اتعمل للطلبة داخل الجامعة.